لسه بنجيب في سيرته. يلا الأمثال يا ولاد، لما نقول إيه؟ عرف بالمثل، عرف بالمثل. كان عندنا درس زمان قديم اسمه صيانة المال العام، تمام؟ يقول لك إيه؟ اذكر مثال على اهتمام سلفنا الصالح بصيانة المال العام. هتقعد تقول لي ايه؟ كان هناك مثال سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان بينشغل بامر من امور المسلمين، كان بيشعل الشمع. ده مثال، انا بضرب مثل، تمام كده؟ بس ده نموذج، مش مثل بقى من الامثال اللي هي الفنون الادبيه، تمام؟ اهو، يبقى عرف بالمثل. المثل هو قول موجز، اهم حاجه انه قول ايه؟ موجز. ورد في حادثه ما، يعني مثلا ايه؟ وجنت على نفسها مراقش. وجنت على نفسها مراقش. مراقش يعني ايه؟ دي كانت كلبه، هنقراها دلوقتي، يعني في قصه، في حدوته للمثل، تمام؟ يبقى هو قول ورد في حادثه ما، اتقال في موقف معين، في حادثه معينه، يقصد منه تشبيه حال الذي يحكى فيه بحال الذي قيل لأجله أول مرة. فاكرين لما ماما تقعد تهزر معانا تقول لنا إيه؟ هو ودنك منين يا جحا؟ آه، جحا ده كان صاحب نوادر وصاحب فكاهة وكان حكيم في نفس الوقت، تمام؟ ففي واحد بيقول له إيه؟ ودنك اسمه منين يا ايه مس؟ جحا؟ إيه؟ اسمه ايه؟ جحا. مش سامع كويس. جحا، جحا. بالجيم صح؟ البداية. لا لا يا يوسف، لا ما تقوليش انت اول مرة تسمع عن كحا يا يوسف. اه والله اول مرة اسمع عنه. يا يا خبر، نهار ابيض. يا لهوي، انت ما بتقعدش مع تيتا؟ طب لا طلعت رحلة زمان؟ انت مش عارف متأكد ان حتى انت فيهم. معانا في كوكب الارض؟ مش عارف، انت مصري يا ابني زينا؟ يا ابني انت اكيد مش صاحب اه احمد ومحمد. شو كان لا انا ما. مكسيكي تقريبا في امتحان الانجليزي. بص، هي لا يا احمد، شخصية، كان هي جاي لك شخصية اسباني. فيه، يا بص، يا شخصية فيها جزء من الحقيقة وجزء من الخيال، لأن هم يعني كل دولة عملته شخصية عندها. يعني في ناس تقول لك إن هو مصري، في جحا المصري، وفي جحا مش عارفة إيه، يعني دي مواقف كتيرة. فممكن تكون إن هي قصة ما بين الواقع وما بين الخيال، لغاية الآن ما حدش أجزم بيها يعني. بس هي الفكرة إن هو كانت شخصية فكاهية، اللي هو الكوميديا السوداء، انه دايما بيجيب لك موقف بتاخد منه حكمه وهو بيضحك اصلا، تمام؟ انت بتسخر لكن هي حقيقه، تمام؟ فبيقول له ودنك منين يا جحا؟ فهو رفع ايده. ودنك انت اكيد، لو ودنك، لو ايدك الشمال هتجيب ودنك الشمال، تمام؟ لا، هو جاب بقى ايه؟ ايده الشمال، راح جاب بها ودنه اليمين. اللي هو ده ايه؟ تمام. دليل لما يقول لك ايه؟ اللي يعني مثلا ايه، انت بيتكو ماشي على طول، فانت بتلف من ورا، يقول لك ودنك منين يا جحا؟ انت بتلف ليه؟ تمام؟ فده موقف اتقال لجحا او حصل مع جحا، فبقى مثال الناس بتتبعه او بتقوله في نفس الايه؟ الموقف. يبقى هو قول تمام. موجز ورد في حادثة ما، يقصد منه تشبيه حال الذي يحكى فيه بحال الذي قيل لأجله أول مرة، يذيع على الألسن على مر العصور، وله مورد ومضرب. إيه المورد؟ المناسبة. يبقى المورد هو يا أولاد؟ بالمناسبة نسأل المناسبة. فيها الماس. ابتداء، المضرب الحالة التي تشبه تلك المناسبة التي قيل فيها المثل أول مرة. يبقى المورد المناسبة. احنا كمصريين المضرب عندنا ليس له اي أي علاقة علاقة لا بالمثل بالمورد؟ ولا بالمورد. 1-0 لأحمد بعد الجملة الجامدة اللي قالها. صح والله يا أحمد، زي ما أنت حكيت لنا حكاية المرة اللي فاتت، اقفل القدرة على فمها، فاكر؟ اه ايه علاقة الايه؟ انتوا عمالين تقولوا المثل ده، ايه علاقته بحصص العربي؟ طب ما دي امثال بجد شعبية. <بقى. كنتش حاضر معانا تصفيق> ولا ايه؟ اذا كانش حاضر معانا بقى. انت ما كنتش معانا، المره اللي فاتت، صحيح يا محمد؟ ايوه هو طلع طلع ما ما دخلش دخلتش. تاني. طلع ايه؟ طلعت ما دخلتش. طلع لا، ما دخلش. ما حضرتش معانا بس انت هذه. عمالين تقولوها تقولوها، ايه علاقة ده بحصص العربي؟ لا على فكرة يا مس، ده مش المثل ده بس، ده في امثال كتير كده. هو احمد حب يقول لنا ان في امثال في حياتنا ملهاش علاقه، سواء بقى ان هي عاميه او عربيه، ده اللي كان الهدف. احنا بس ضحكنا ساعتها، بس احنا بنقول ان في امثال في حياتنا احنا دايما بناخدها مثال لينا في حاجات كتير، بس هي ملهاش اي اساس من الصحه. فاهم قصدي؟ طيب تعالوا بقى نشوف
اللي باللغة العربية يا عم محمد عشان ما تزعلش. على ما يعتمد اسلوب لا والله يا مس، الكلام. انا ممكن اعتمد على اللغة العربية بس عشان الريكورد، انما مشكلة. لو مش في ريكورد انا اه مفيش ابوس ايدك مشكلة. بلاش امثال تيتا ماشي؟ اه بس طيب. على ما يعتمد اسلوب الامثال. اول حاجة واهم حاجة وانا ينفع اقول في مثلا ربع ساعة. لا 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 طبعا على ولا طول على طول حتى 3 دقائق يعني هو ثانيتين تمام؟ يبقى بس على نص وخلاص. انت هتقعد تحكي الايجاز على ما يعتمد الامثال الايجاز. ايه الفرق ما بين الحكمه والمثل؟ الحكمه في انسان بيقولها من وجه ان انت بتاخدها حكمه او نموذج تحتذي بيه في حياتك، لكن قلنا المثل ليه مورد ومضرب، مناسبه وحاله، مناسبه وحاله. طيب يبقى الايجاز وسلامه الايقاع، يبقى في وزن كده زي صص يعني فاهم، موسيقى كده حاجه تلفت النظر، تلفت النظر والسمع. جمال الصياغه وضوح الدلاله، ما ينفعش اقول مثلا ما حدش فاهمه تمام. شحن الالفاظ بالخبرات، دي بقى المشترك ما بين الحكمه وما بين المثل، شحن الالفاظ بالخبرات والتجارب الانسانيه التي تحمل توجيها سلوكيا يهدف الى الخير. اكيد انا بهدف من المثل ده الخير، اكيد انا بقول لك ده عشان تبقى حاجه كويسه تمام. نشوف بقى الامثله كده معانا. هنا سؤال ده هيجي في الامتحان، الامثال مرآة العصر. يبقى عندنا هنا السؤال الاول على ما يعتمد اسلوب الامثال وعرف المثل، دول حفظ انا قلت اهو. الامثال مرآة العصر حيث انها تعكس صور الامم الماضيه، هي كانها مرآة بتعكس لي. هو انا شفت الناس بتوع زمان دول؟ طب انا هستفيد بخبرتهم منين؟ من الحكم والامثال اللي تناقلت عنهم. يبقى هي بتعكس صور الامم الماضيه زي مرايه بتعكس لي، زي حاليا مثلا الافلام الوثائقيه تمام. انا بشوف ان دي حاجات اتصورت من زمان، ده بقى الاسلوب الحديث. لكن عندنا بقى اللي هو ايام بقى ما كانش في تصوير ولا كلام من ده، يبقى مرآة العصر كانت الامثال، وهي ميزان يوزن به رقي الشعب وانحطاطها، رقي الشعوب وانحطاطها وسعادتها وشقائها وأدبها ولغتها. كل ده أنا بوزنه بالأمثال. أنا ممكن أسأل سؤال؟ قول يا لولو. هو ما لقوش غير الأمثال اللي توصف رقي الشعب ونحطته؟ هم عندهم نثر وعندهم شعر في حكم. الأمثال دي كانت بتضرب في مواقف معينة، فأنت من خلال الموقف بتستنتج تصرف الشعب ده كان عامل إزاي، أكتر من الأديب اللي قاعد بيكتب وبيبين لك الجزء الأحسن تمام؟ آه، كان بيوري حقيقة الشعب يعني. بالظبط كده، ما بقول لك مرآة بتعكس تمام؟ تمام. طيب تعالوا بقى نشوف السؤال الرابع، كيف اهتم العرب بالأمثال؟ أكثر العرب من الأمثال، فلم يتركوا بابا إلا ولجوه، ولا طريقا إلا سلكوه، وأفردها العلماء بالتأليف تمام؟ يبقى العرب كان عندهم الامثال دي حاجه كتيره جدا وبيعملوها كتير جدا، ما سابوش باب الامثال ما دخلوهوش ولا طريق ما سلكوهوش، وكل العلماء اهتموا بالتاليف في هذا الايه الموضوع. الى من تعود اقدم الامثال؟ لقمان الحكيم. الى من تعود اقدم الامثال يا اولاد؟ من الحكيم. لقمان الحكيم. اه طيب تعالوا بقى نشوف امثله نثريه مبينا مورد ومضرب كل منهم. تعالوا بقى كده نشوف كده اول واحده، ابلغ من قص، قص ابن ساعد الايادي وهو من حكماء العرب واعقلهم، ده المورد بتاعه. واول من اقر بالبعث من غير علم، واول من قال اما بعد وقد عمر طويلا. مضروبه يضرب للتعبير عن فصاحة المتحدث وبلاغته. واحد بيتكلم كده بقى وعمال عامل لنفسه فصاحة ما حصلتش، اقول له ايه؟ ابلغ من قص. مين قص؟ قص بن ساعدة الايادي من حكماء العرب واعقلهم، واول من اقر بالبعث من غير علم، واول من قال اما بعد، اللي هو قدم مقدمة كده جميلة وقال اما بعد. اما بعد دي اتعلمناها منه. وقد عمر طويلا، كان انسان معمر.
طيب المضرب بتاعه انا بضربه في ايه او هشبهه في ايه؟ يضرب للتعبير عن فصاحة المتحدث وبلاغته، ده الوجه الشبه، وجه الشبه، المضرب وجه الشبه. يبقى انا لما اجي اشبه حد بيه اشبهه بيه في التعبير والفصاحة. تمام؟ تمام. احنا بننطق دي غلط، جنت على اهلها او على اهلها جنت براقش، احنا دايما بنقولها مراقش. انا لسه كنت هسأل السؤال ده، كنت في كتاب مراكش وانا منطقه مراكش. مراقش دايما، مراكش ده، مراكش دي في المغرب. ماشي؟ ايوه والله. مراكش، مراكش دي في المغرب صح؟ دي معناها ايه يا مس دي؟ هنشوف بقى المعنى الحقيقي اهو. براقش دي كلبه لقوم من العرب، اختبأت مع اصحابها من غزاة، كان في غزاة جايين بيهجموا عليهم، هي اتخبت. فلما عادوا خائبين لم يعثروا عليهم، نبحت براقش فاستدلوا بنباحها على مكان اهلها فاستباحوهم. يبقى مين اللي جرت عليها؟ طلعت كلبة جدعة. ايوه، المفروض ان الكلب هو شايف حد غريب، انتوا فاهمين؟ فلما نبحت وهي مستخبيه مع اهلها، هم عرفوا المكان راحوا داخلين عليهم. تمام؟ فجت بقى هنا الايه، الحكمه او المثل، اللي هي جنت على اهلها براقش او على اهلها جنت براقش. يبقى براقش دي طلعت في الاخر ايه؟ كلبة. طيب ايه المضرب او وجه التشبيه اللي انا هشبه بيه براقش مع شخص؟ ان هو شخص ضر اهله واحبابه دون ايه؟ قصد. تمام كده؟ يبقى انا لما يكون في حد بيأذي اهله نقول بدون، طبعا بدون قصد، ان هي ما كانتش تقصد، فبقول ايه؟ جنت على اهلها براقش او على اهلها جنت براقش. تمام؟ يبقى عرفنا دلوقتي اديب سليم، ابلغ من قص وعلى اهلها جنت براقش. ارخى عمامته. ده بيقول لك ايه؟ ده الراجل ايه؟ ارخى العمامه. ان الرجل من العربي كان يرخي عمامته، يعني ينزل او يسقط عمامته عندما يستقر بعد طول عناء ويحس بالامن. يعني معنى تقول طول ما هو لابسها يبقى هو لسه وراه شغله، او هيعمل حاجه او هيقوم او هيروح، مع ان هو شالها وحطها جنبه ان هو خلاص امن واستقر وبدا ياخد ايه؟ راحته. تمام؟ ايه المضرب بتاعه؟ يضرب للتعبير عن الاحساس بالامن. تمام؟ تمام. اكتب مثلا شعريا موضحا مضربه. قول ابي أذينة اللخمي: لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها، إن كنت شهما فاتبع رأسها الذنبة. يعني إيه؟ ها أقول يا مس ها لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها، إن كنت شهما فاتبع رأسها الذنبة. إن هو مثلا بيعمل مصيبة وعايز ما يخليش حد يعرف إن هو عمل المصيبة دي، مين اللي بيتكلم؟ صح ولا غلط؟ دم إيه ده بطيخ. الدماغ دي؟ إيه الدماغ دي؟ لا مش دماغ عارف. والله، دماغ حلوه. جت في دماغك ازاي؟ طيب هي تمشي، ويعني هو واحد، هو يوسف شغالها في الشر. الفكره في ايه؟ الذنب عملت ايه؟ ازاي؟ الذنب ازاي؟ الذنب ازاي؟ تمام؟ بيقول لك ايه؟ احنا دايما كده، دايما بيقول لك ايه؟ انت لازم تقطع راس الافعى، ما طب يا تقطعش. مس، هو كده مش ممكن تبقى مثلا ناخدها من باب ان هو بيقول لحد خليك شجاع؟ لا بص، هي ليها مواقف كتير، يعني هي ممكن تتقال في مواقف كتير، مش شرط الشجاعه بس. يا محمد بيقول لك، هو الفكره بيقول لك ايه؟ انت عارف يا مس، انت عارف يا مس، بيت الشارع ده بيفكرني بمثل مضحك موت عارفاه. عندنا: ابعد عن الشر وغنيه. مش قوي، مش قوي، اللي هو يعني ايه، بقول لك ايه، وفي ناس يقول لك ايه، ماتت الحية وسابت ديلها. احنا ده ايه؟ عندنا لا ده مثلا مثل، ده ده مش كده. مثل ده؟ لا ده ماتت الحية مش وسابت الحية ديلها. على فكرة، مش الحية. امال ايه؟ مات البورس وساب ديل. لا مش بورس خالص، احنا منهم من البورس ده. البورس ده هي فين الأمثال دي بقى؟ عندنا، الأمثال دي عندنا أصلا في مصر. يا بابا انت اللي مش وأنت معانا. يا ابني ما منين قلنا يعني؟ لك أنت كمان مش يا يوسف. تبعنا، يا جماعة يا ده جاي جماعة، من، واضح ان يوسف من ايجيبت. والله العظيم أنا أيوه ممكن عمري في بالظبط. حياتي على فكرة ما عرفت في المثل الأمثال دي. اللي هو بتاع ماتت الحية وسابت ديلها دي. طيب هو قصده هنا بيقول لك ما تقطعش ديل الحلة الحية وتسيبها.
تمام، او الافعى والسدى. لو انت جدع ماشي اتبع راسها الذنبه، ابعت راسها معادلها، تمام؟ يعني قصده ايه؟ اقتلع الشر من جذوره، خلص الموضوع. بس ممكن سؤال، اتفضل يا حبيبي. هو اللي انا قلته ده معناه ايه اللي هو اصلا؟ اللي هو ايه؟ انا قلت حاجة انا مش عارف معناها ايه والله. بتقول ايه يا يوسف؟ انت قلتها من شويه، يعني انت قلت انت بتحب تخفي حاجه ما تخفيش نصها ايوه وتضحك، مش كده؟ اه ممكن برضه، ممكن ده ليه علاقة وبرضه باللي انا اقوله ولا ما فيش خالص؟ يا تمشي يا تمشي. هي الفكره ان انت بتنهي اي ضرر من جذوره، هيعود عليك بقى، تمام؟ يعني انت تنهي اي موضوع من جذوره. فهو قصده كده يضرب للتحريض، او بيقول لك التحريض على استئصال الشر من جذوره. زي ما احنا سيبنا اسرائيل موجوده في فلسطين كده، ما هي قرف بقى بالنسبه لنا بقى، يعني المفروض اساسا تتمحي من على الوجود عشان احنا كلنا نرتاح. هو ده المثل اللي انطبق عليه بصراحه. في ريكورد يا مس هيحسدوكي. ليه يعني ما يشيلوه ولا يولعوا فيه؟ ايوه يا مس مش ينفع كده كده، ممكن نتحبس. انا اتحبس بيه يا حبيبي؟ انا بقول العالم كله سايب اسرائيل، انا مش بقول احنا بس، مصر اي مبدورها انت على في اكمل مصر، وجه. انا انت في 100 100 مصر بتاعتي ما بتخافش، مصر خاف تقولوا يا خلاص. مس، لا انا خاف مش يا بنت قصدي، ماشي. انا مش قصدي يا اولاد، انا مش قصدي، انا قصدي ان هي مصدر الشر بالنسبه لنا في الشرق الاوسط، وان احنا محتاجين ان احنا نقطع راس الافعى، عشان بقى خلاص بقى ان هي كده ضرانا كلنا، تمام؟ واللي بتعمله بالانتهاكات ده بيضرنا كلنا، بس ده انا قصدي. لكن انا بتكلم عن مصر، مصر دورها فعال طول عمرها، وهي اكتر حد بياخد موقف، واكتر حد احنا مشتركين معاهم على حدودهم، ايوه ما احنا ناس او حلوين قريبين يا مس، منهم احنا ومرتبطين يا بيهم. مس حتى حتى الان حتى الان يا مس حتى الان يا مس حتى الان يا مس السيسي عمال يماطل في بايدن علشان على قد ما يقدر يحاول يحل العالم كله. اصلا عايز الدنيا تبقى سلام، ما فيش حروب، كله بالظبط كده قاعد هادي، بالظبط بالظبط، ما فيش والاطفال بتموت. ايوه حروب. لكن احنا طبعا مصر طبعا ليها دورها الريادي، وده معروف جدا. انا مش بقول كده والله، بس ده فعلا طول عمرنا كده، احنا طول عمرنا كده. فعشان كده بقول لك هي ايه، ام القلب او قلب الوطن العربي، هي القلب وهي الام لجميع العرب. فربنا يا رب يلطف بيهم وبينا يا رب، ويكحم دول بقى ربنا اللي قادر يعني عليهم، تمام؟ طيب حضرتك عارفة يا مس ليه مصر متسمية أم الدنيا؟ ليه يا حبيبي قول؟ علشان يا مس عندنا في مصر أي مهاجر أو أي لاجئ من أي جنسية تانية بيبقى قاعد في مصر كأنه قاعد في بلده بالظبط، بالظبط، هي دي الدولة الوحيدة اللي بتعمل بيبقى كده. عامل كأنه مصري. بص انت مثلا عندك تركيا لما اجلها لاجئين عملهم مخيمات، مش عامله لهم، مش عايشين في وسطهم زي ما السوريين عايشين عندنا والسودانيين عايشين عندنا. احنا طول عمرنا كده، انا بقول لك يا ابني احنا طول ما هو عمرنا عشان كده كده مصر متسمية أم ام الدنيا، عشان الدنيا. أي حد خلي بالك بيجي لنا من بره انت عارف بنستضيفه الراجل، وبنكرمه عارف الراجل وبيبقى دايما حبيبنا. اللي بيبقى فاتح بيته لاهله والاهل زوجته، وبيبقى دايما مضياف وعنده، حتى لو امكانياته على قده، تحس ان ربنا بيبارك له وبيبعت له رزق بيته على قد الناس اللي عنده، صح ولا لا؟ بالظبط كده، بالظبط، ده اللي بيحصل. بيبقى بابه بيفوت الجمل بالظبط كده، بالظبط كده. ويرمح فيه الخيل. اه فهي مصر بقى برضه مثال اهي، مصر كده، مصر كده، مصر كده يا ابني، عمرها ما قفلت بابها في وش حد، عشان كده محروسه، ومهما حصل ربنا هو اللي حاميها، ربنا هو اللي حاميها، وربنا يحميها دايما يا رب، ويحميك يا رب. تمام كده، احنا كده خلصنا الجزء بتاع الامثال، يبقى احنا كده خلصنا منهج اكتوبر، تمام؟ ما عادش الا الخطب وبقيه الدروس بتاعت الايه؟ الادب. المره الجايه هناخد النص اللي هو الوصيه، تمام؟ تمام لو فاض وقت عشان محمد ما يزعلش هنشتغل قصه. في نفس اليوم ما اظنش، يعني مش عارف، انا بقول لك هو ممكن ناخد جزء وقت معاه. يا مس، ممكن اختاري حاجة الساعه من سبعة. الاثنين بس اعملي استفتاء. لا 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 لا، انا لازم اطبق الحصه الجايه على النص، تمام؟ عشان انت عارف استفتاء هيجي عن ايه، انا حتى لو هسال واحد قال انا هسال يا اولاد في الكلام ده، يعني الاسئله اللي فوق دي انا هسمعها، اللي هي من واحد لخمسه، تمام. تمام؟ تمام. والسجع خلاص انا طمنت عليكم فيه، مفيش مشكله، هحاول بس ابعت لكم لا جميل، سلام. إيه عايزين انا ابعت لك الأسئلة. امثال؟ اه انا نسيت،
ورجاء هحاسب على الواجب. كله يبعت بتقولي ايه يا مس؟ مش عايزة عايزة انا اللي ابعت نبعت لك لك امثال امثال؟ يا مس؟ لا مش انت مش كده في الامثال، انا بقول هبعت لكم اسئله يا مس ده انا عندي بحر امثال. هبعت لكم لا لا هبعت لكم اسئله على المحسنات المعنويه. والله يا مس تمام انت شاوري، بس هرن على تيتا 5 دقايق اقفل لك صفحة. يلا بس بقى انا اعرف يا مس كمية امثال بتقال في طب حلو مصر الراجل ده بس ملهاش يعني المضرب بتاعها ملوش أي علاقة بالمثل ولا بالمورد أصلا. يا ريت وهبقى حلو مين الموضوع كده ده بتاع عطرة. يا ريت تحتفظ اديني فيها روح ما بس يا ريت ماشي يا حبايبي بقى ايه انا عندي حصه دلوقتي فان شاء الله بقى ايه هبعت لكم الواجب على الجروب على المحسنات المعنويه. تمام 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 يلا ويا ريت يتحل ويتبعت لي على التليجرام ان شاء الله. حاضر اودعكم الله اودعكم الله مع الف سلامه.